لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة يوسف عليه السلام، وقلنا إننا عندما نقرأ هذه السورة الكريمة نراها تحدثنا عن مشاهد متعددة، وعن أحداث متنوعة، وعن مواقف. نجد القرآن الكريم في مطلع السورة يبين لنا ما رآه سيدنا يوسف في منامه، وأنه قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المشهد الثاني أن الأب قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. المشهد الثالث أو الموقف الثالث نجد المؤامرة، إخوة يوسف تآمروا وقالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. ونفذوا مؤامرتهم وعادوا في المساء يقولون لأبيهم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يأتي مشهد رابع، وهو كيف أن سيدنا يوسف وجده جماعة من المسافرين وباعوه في الأسواق وشروه بثمن. وقلنا معنى شروه هنا يعني إيه؟ باعوه. كثيرا ما يستعمل القرآن لفظ الشراء بمعنى البيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. مشهد خامس نجد بعد ذلك تعرض سيدنا يوسف لإيه؟ للفتن في بيت امرأة العزيز، وانتهت هذه الفتنة ببراءة سيدنا يوسف. ونجد أن زوج تلك المرأة يقول لسيدنا يوسف: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مع أن البراءة تمت لسيدنا يوسف، لكن جاءت محنة أخرى. موقف سادس، ألقي في السجن بضع سنين، وخلال وجوده في السجن كما يقول العلماء جاءته النبوة، وأخذ سيدنا يوسف يقول لمن معه في السجن: يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ومكث سيدنا يوسف وهو بريء في السجن كام؟ بضع سنين. خلال وجوده في السجن اثنين من المساجين قالوا له: يا يوسف، يوسف أيها الصديق، احنا رأينا كذا وكذا وكذا. سيدنا يوسف فسر لهما الرؤية وبين، قال لأحدهما كذا وقال للثاني كذا وبين، فسر الرؤية.
بعد ذلك الملك رأى ايه؟ رؤيا اخرى، وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات ايه واخرى. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبروا. الجماعة اللي هم المشايخ بتوع الملك قالوا له ايه؟ اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام ايه بعالمين. لكن الذي نجا من السجن وخرج وحكم له بالبراءة قال لا، ده أنا كنت في السجن مع مين؟ مع يوسف، وهو الذي فسر لنا السجن. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه إيه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه إيه تستفتيان. وسيدنا يوسف قال لخباز الملك المسألة بالنسبة لك مسألة تهمة ثابتة، وقال لساق الملك قال له لا انت سيحكم لك بالبراءة، وبعدين قال له اذكرني عند ايه ربي، فانساه الشيطان وذكر ربه، فلبث سيدنا يوسف في السجن ايه 7 سنين. لما الملك رأى الرؤية والجماعة اللي بيفسر الرؤية ما عرفوش وقالوا أضغاث وأحلام، هو قال لهم لا أنا هنروح لمين؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. إيه معنى وادكر بعد أمة؟ يعني تذكر بعد إيه نسيان. أنا أنبئكم بإيه؟ بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات إيه سمان إلى أخر. سيدنا يوسف لم يبخل بعلمه، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في إيه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الآيات التي ذكرناها في الحلقات إيه السابقة. عاد ساق الملك للملك وقال له إنه يوسف يقول لكم كذا وكذا، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في ايه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. الملك ارتاح لهذا ايه التفسير، وقال الملك ائتوني به يعني بيوسف علشان نسمع منه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن إيه عليم. وحقق الملك في هذه القضية وثبتت براءة سيدنا إيه يوسف، وقالت امرأة العزيز الآن إيه حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هنا الملك قال لسيدنا يوسف عليه السلام ائتوني به أستخلصه لنفسي، وجاء سيدنا يوسف والتقى بإيه بالملك وقال له سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني إيه حفيظ عليم. حوالي سورة يوسف 111 آية، تجد نصفها يتحدث عن المحن، عن المحن وعن الفتن وعن المصائب التي تعرض لها سيدنا ايه يوسف. ده النصف الاول. النصف الثاني من السورة تجد حديث عن ايه النعم والخيرات والمنازل الرفيعة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لمين؟ لسيدنا يوسف. واضح هذا الكلام؟ يبقى نصف السورة الاول
حديث عن المؤامرات والدسائس والمتاعب التي تعرض لها مين؟ والنصف الثاني حديث عن ايه؟ النعم والخيرات والمناصب الرفيعة التي أعطاها الله لسيدنا يوسف. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها ايه؟ حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. ذكرنا كل ذلك في الحلقات السابقة حوالي 10-15 حلقة. ثم ذكرنا أيضا أن هناك 3 لقاءات تمت بين سيدنا يوسف وبين ايه؟ وبين اخوته، ابتداء من الآية رقم 58 وقد شرحناها في الأسبوع الماضي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ايه؟ منكرون، وأعطاهم ما أعطاهم وقال لهم في المرة القادمة لابد أن تأتوني بأخ لكم من إيه؟ من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه، وعادوا إلى أبيه وقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وارسل معنا أخانا مين؟ بنيامين، ارسله معنا. ففي هذه الحالة الأب قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، أنا لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا إيه؟ يعني لابد أنا هنأذن لكم بأن يذهب معكم، لكن ناخذ عليكم عهد لابد عند عودتكم يعود ايه؟ معاكم. لتأتنني به الا ان يحاط بكم، يعني اقسموا ان احنا لابد نرعى اخانا ونعود به، ولن نفرط الا اذا قتلنا جميعا. هذه معنى الا ان يحاط ايه؟ بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وجاءوا بمين؟ في المرة الثانية جاءوا بمين؟ بمنيامين معه. وده موضوع حديثنا ايه؟ اليوم الحلقات دي. شوف التسلسل، التسلسل القرآني، وكل موقف له ايه؟ مشاهده. هذه هي المرة الثانية الذين يأتي إخوة يوسف إلى ايه؟ إلى من بلاد الشام، من فلسطين إلى فين؟ إلى مصر. للمرة الثانية. ويقص علينا القرآن بأسلوبه الحكيم البليغ المؤثر ما جرى في تلك المرة الثانية. ولما دخلوا على يوسف، إخوة يوسف استطاعوا أن يؤثروا في أبيهم، وأن في المرة الثانية، وأن يأتوا بمين؟ بشقيق سيدنا يوسف وهو بنيامين إيه؟ معه. وهو قال لهم في المرة الأولى فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، جاءوا به. ولما دخلوا عليه في المرة الثانية آوى إليه أخاه. إيه معنى آوى إليه أخاه؟ معنى آوى إليه أخاه يعني ضمه إيه؟ إليه. كما قلت دايما سورة يوسف بصفة خاصة مليئة بما يسمى في علم البلاغة، يسمى في علم البلاغة بإيه؟ بالإيجاز بالحذف.
عاد إخوة يوسف للمرة الثانية واستقبلهم يوسف وأكرمهم ودعم له شاي وده قدم له العشاء وده كزم، هم 11 واحد، وده يكلم معه شوية وده يتكلم معه شوية وده يتكلم معه شوية، وده خرج وده موجود، بقي مين؟ بنيامين. بقي بنيامين، أخذوا على جنب كده وقال له إني أنا أخوك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني ضم إليه أخاه وأسر إليه بحديث وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أنا أخوك وشقيقك. احنا قلنا بأن سيدنا يعقوب معه كم ولد؟ 12. من كم امرأة؟ من 4. من 4 رحيل وجريتها، واحدة تانية وجريتها، 4 وأنجب 12. يوسف وبنيامين من الزوجة التي كانت تسمى رحيل وتوفيت بعد ولادة بنيامين بقليل. فإني أنا أخوك الشقيق. بنيامين أصغر من سيدنا يوسف. إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر الله تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه بنيامين وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأضاف عليهم الصلة والإحسان. بعد كل هذا وجلس مع الكبير شوية ومع ذاك شوية واختلى بعد ذلك بأخيه اللي هو مين؟ بنيامين. فأطلعه على شأنه وما جرى له وقال له لا تبتئس، يعني لا تأسف ولا تحزن. لأن طبعا بنيامين عندما كان مع أبيه كان الأب بيتحدث دائما عن مين؟ عن يوسف. الأب بيتحدث عن مين؟ ولعل بنيامين أيضا كان يعرف أن إخوة سيدنا يوسف أخذوه وألقوا به في إيه؟ في الجب. قال ولا تبتئس، فالله سبحانه وتعالى يرعاني وإيه؟ ويرعاك. لا تأسف على ما صنعوا. وأمره بكتمان هذا عن مين؟ عن إخوته. وأمره بكتمان هذا عن إخوته وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه وتواطأ معه على أنه سيحتال لبقائه. قال له اطمئن، أنت مش هترجع معاه، أنت وأنا سأعمل عملا ألهمني الله إياه بحيث أنت لا ترجع مع مين؟ مع إخوتك. ننظر طب إيه اللي حصل. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، وقلنا معنى آوى إليه أخاه يعني إيه؟ ووجدك عائلا ألم يجدك يتيما فآوى. تقول آويت فلانا يعني رعيته وجعلت له ايه؟ مسكنا من الايواء، المأوى. فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. المأوى يعني ايه؟ المسكن. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى، يعني هي المسكن. فمعنى آوى يعني ايه؟ ضم إليه أخاه وأسكنه في مكان أو هيأ له إيه مكانا. ثم بعد ذلك زاد سيدنا يوسف في إكرام مين؟ إخوته. فلما جهزهم بجهازهم، ودايما قلت لكم الفاء هنا وفي غيرها مئات معطوفة على كلام إيه؟ مقدر. وتقدير الكلام كلام طويل. تقديره ايه؟ جاء اخوة يوسف اليه فاكرمهم واعطاهم ما يحتاجون من طعام وقال لهم بعد ذلك تفرقوا في مصر وتفرجوا على اثارها وكذا وكذا.
ثم بعد يوم او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة قال لهم كل حاجة موجودة عندكم؟ قالوا نعم شكرا لك. عاوزين ترجعهم؟ قالوا نعم نريد ايه. كل ده كلام محذوف انت تقدره وانت تقرأ ايه السورة. يبقى الفاء دي معطوفة على كلام ايه مقدر. بعد ان اعطى سيدنا يوسف اخوته ما يريدون، بعد ذلك جهزهم بايه؟ ايه معنى جهزهم بجهازهم؟ يعني وضع لهم في امتعتهم ما هم في حاجة ايه اليه. وهم كام؟ 11. كل واحد جاي ومعه دابته، يعني كل واحد مثلا راكب على ايه؟ على جمل او على دابة. كل واحد يبقى 11 ايه؟ 11 دابة معه. فلما جهزهم بجهازهم، يعني لما اعطى سيدنا يوسف اخوته ما هم في حاجة اليه من طعام، جعل السقاية في رحل اخيه. السقاية بمعنى اناء، هذا الاناء مكيال، وكان خاصا بالملك او خاصا بسيدنا يوسف. المهم انه اناء ثمين، وهذا الاناء كان مكيال او كان يشرب فيه الملك ايه شرابه. ادي معنى السقاية، يعني موضع ايه السقيا. لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، يعني الاناء الذي يستقى ايه به،